السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر لشرح مادة العلوم في منصة البث التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شيماء الدين، معلم أول علوم نستكمل النهاردة بإذن الله كلامنا في المنهج. معانا النهاردة الدرس الأخير بعنوان التكاثر الجنسي واللا جنسي. تعالوا نشوف نواتج التعلم المستهدفة في الحصة بتاعتنا النهاردة. إن شاء الله في نهاية الحصة المفروض نبقى فاهمين الفرق ما بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللا جنسي. أيضا نبدأ نعدد أمثلة على صور التكاثر اللا جنسي ونستنتج أهميته. تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض أولا بتعريف التكاثر، وده إحنا سبق وأخذناه في الصف الثاني الإعدادي. قلنا إن التكاثر هو عبارة عن عملية إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع. عايزين ننتج أفراد جديدة ليه؟ عشان نحمي النوع بتاعي من الانقراض. يبقى التعريف انتهى لحد هنا، عملية إنتاج أفراد جديدة من نفس النوع ويهدف لحماية النوع من الانقراض. عشان يحدث تكاثر لابد من حدوث انقسام خلوي. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن الانقسام الخلوي الميتوزي كان مهم لحدوث التكاثر اللا جنسي، والانقسام الخلوي الميوزي كان مهم لتكوين الأمشاج لإتمام التكاثر. عملية التكاثر بيحدث انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، الآباء بيسلموا المادة الوراثية بتاعتهم إلى الإيه؟ إلى الأبناء دول. نوعي التكاثر لا جنسي وجنسي، هنبدأ مع بعض بالنوع الأول وهو التكاثر اللا جنسي أو معروف باسم التكاثر اللا تزاوجي. اتسمى بالاسم ده لأن أنا مش محتاجة بقى زوج من الكائنات الحية أقول أب وأم، لا أنا الكائن واحد يقوم بعملية الإيه؟ التكاثر، يبقى محتاج يتم عن طريق فرد واحد. النوع ده من التكاثر بيحدث في الكائنات البسيطة جدا، لأنه مش بيتطلب تركيب وأجهزة معقدة يعني. فبنقول إن التكاثر اللا جنسي بيحدث في جميع الكائنات وحيدة الخلية زي الأميبا، البكتيريا أو فطر الخميرة. أيضا بيحدث في بعض الكائنات عديدة الخلايا اللي جسمها بيتكون من مجموعة من الخلايا زي نجم البحر الهايدرا وفطر عيش الغراب. إيه هي خصائص التكاثر اللا جنسي؟ أولا إنه بيتم عن طريق فرد أبوي واحد. التكاثر اللا جنسي بيحصل عن طريق فرد أبوي واحد، يبقى أنا مش محتاجة أب وأم، لا محتاجة فرد أبوي واحد. ده نوع بسيط من التكاثر فلا يتطلب حدوثه وجود تراكيب او اجهزه خاصه، فانا ما عنديش اب وام وبالتالي ما عنديش بقى جهاز تناسلي مذكر وجهاز تناسلي مؤنث والكلام ده، لا مش محتاجين اصلا اجهزه خاصه بالتكاثر. نوع الانقسام المهم جدا في التكاثر ده هو الانقسام الميتوزي، يعتمد على الانقسام الميتوزي. يكون عندي خليه بتنقسم تديني خليتين، فرد بقوا فردين جدا. وبالتالي الانقسام اللي حصل هنا هو الانقسام الايه؟ الميتوزي. لو خدتوا بالكم وان احنا كنا بنقول ان الخليه هنا لو اتنين نون كانوا بيطلعوا الخليتين اتنين نون واتنين نون، معنى كده ان الفرد اللي فوق ده سلم مادته الوراثيه كامله للافراد الجديده. يعني الافراد الجديده نسخه طبق الاصل من الفرد الابوي، الفرد القديم بتاعي. وبالتالي هنا في محافظه على ثبات التركيب الايه؟ الوراثي للفرد. نعرف بقى التكاثر اللا تزاوجي أو تكاثر اللا جنسي، ونقول هو عملية حيوية يقوم فيها الفرد الأبوي، فرد واحد أهو، بإنتاج أفراد جديدة مطابقة له تماما في الصفات الوراثية، شبهه بالظبط. يعني هنا مفيش تنوع وراثي، المادة الوراثية هي هي. إيه صور التكاثر اللا جنسي اللي أنا هاخدها؟ هناخد خمس صور من التكاثر اللا جنسي السنة دي إن شاء الله. هناخد الانشطار الثنائي، تبرم، التجدد، التكاثر بالجراثيم، والتكاثر الحضري. هنبدأ بالانشطار الثنائي. فالانشطار الثنائي هو عبارة عن تكاثر لا جنسي بيحدث عن طريق انشطار الفرد الأبوي لخليتين متماثلتين، كل منهما مطابقة للفرد الأبوي تماما في الصفات الوراثية. تعالوا نشوف كده مع بعض شباب التكاثر ده بيحصل فين وبعدين هشرحه لكم. هو بيحدث في الكائنات وحيدة الخلية زي البكتيريا والطحالب البسيطة. ناخد بالنا إن الطحالب اللي بيحصل فيها انشطار ثنائي اسمها طحالب بسيطة، هناخد بعد كده حاجة اسمها الطحالب الرقية أو باقي الطحالب كلها بيحصل فيها نوع تاني من أنواع التكاثر. لكن التكاثر اللي بيحصل في الطحالب البسيطة هو عن طريق الانشطار الثنائي. يبقى البكتيريا أو الطحالب البسيطة. دي كائنات وحيدة الخلية تتكاثر بالانشطار الثنائي. يحدث أيضا في الأوليات الحيوانية.
الأوليات الحيوانية دي مجموعة من الكائنات كده زي إيه؟ زي الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا. الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا دي برضو كائنات تسمى بالأوليات الحيوانية، ويحدث فيها أيضا التكاثر بالانشطار الثنائي. أمشوا كيفية حدوثه عشان نفهمه شوية. الرسمة اللي قدام حضراتكم دي بتوضح حالية بكتيرية أثناء حدوث الانشطار الثنائي بتاعها. فزي ما انتم شايفين المادة الوراثية بتخش طور بيني قبل الانقسام اهي عشان يحصل فيها مضاعفة. المادة الوراثية لو انتم واخدين بالكم بقت نسختين. الخلية هيبدأ يحصل فيها تخثر كده وتتقسم المادة الوراثية إلى جزئين. يبقى هنا كانت 2 نون، هنا برضو المادة الوراثية 2 نون بس نسختين، هنا أصبح في هنا 2 نون وهنا 2 نون. في النهاية الخلية لما انشطرت بقوا خليتين قد بعض ومتبقين تماما في المادة الوراثية. عذرا استكمل مع بعض. يبقى تاني زي ما حضراتكم شايفين خلية الفرد الأبوي انشطرت إلى خليتين متماثلتين تماما في المادة الوراثية، يعني دي 2 نون ودي 2 نون، الخليتين شبه بعض وشبه الإيه؟ الخلية الأم أو الخلية الأصلية. يبقى الحدوث حصل إزاي؟ تنقسم نواة الخلية الأم ميتوزيا، الانقسام ده اللي حصل هنا هو الانقسام الميتوزي، وبعده هيحصل انشطار للخلايا عشان تنفصل كل خلية عن التانية، ويبقى عندي خليتين جداد بكل خلية نفس المادة الوراثية بتاعة الخلية الإيه الأصلية بتاعتي. لو حضراتكم واخدين بالكم في الانشطار الثنائي الخلايا الناتجة قد بعضها بالظبط، فأنا هنا لما أجي أسألكم مين في دول الخلية الجديدة ومين الأصلية؟ لأ، هتقولوا لي مفيش، الخلية الأصلية اتقسمت نصين، فبالتالي الفرد الأبوي بتاعي بيختفي. يبقى أنا هنا في الانشطار الثنائي مهم جدا بقول إن بيحدث اختفاء للفرد الأبوي، يختفي الفرد الأبوي تماما عند التكاثر بالانشطار الثنائي، لأنه بينشطر لخليتين جديدتين متماثلتين إيه تماما. تعالوا ناخد الصورة التانية وهي التبرعم، ونركز التبرعم بيحصل ازاي وبيتم فين. التبرعم هو تكاثر لا جنسي يحدث عن طريق البراعم النامية من الفرد الأبوي. طب يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف. عذرا في مشكلة في الصوت، لو الدنيا تمام بس حد يديني إشارة. نستكمل مع بعض. التكاثر بالتبرعم هو عبارة عن تكاثر لا جنسي بيتم عن طريق البراعم النامية من الفرد الأبوي. تعالوا نشوف يعني إيه براعم بقى. بصوا شباب، الخلية الأصلية بتكون كده. فبينشأ فيها بروز جانبي، يعني تطلع حتة بارزة كده من الخلية الأصلية بنسميها برعم. البرعم ده هو اللي بيكبر بعد كده ويديني الفرد الجديد. فالبرعم بعرفه إن هو تركيب بينشأ كبروز جانبي، حاجة ظاهرة لي كبروز جانبي كأنها حباية يعني طلعت في الخلية الأم. مش الخلية الأصلية المفروض إن هي فيها نواة؟ هنا كده هي النواة بتاعتنا. أول خطوة من خطوات التبرعم إن النواة بتاعتنا اللي هي الأصلية الموجودة في الخلية بتبدأ تنقسم لنواتين، وتهاجر إحدى النواتين للخلية بتاعة البرعم، وتفضل النواة الأصلية موجودة في الخلية الأم بتاعتي. الكبيرة دي اسمها فجوة عصارية، واللي أنا برسمه دي الخميرة، فطر الخميرة بيكون موجود بالمنظر ده، في فجوة عصارية كبيرة وفي نواة. فأول خطوة إن النواة تنقسم ميتوزيا وتهاجر إحدى النواتين للبرعم، وتفضل النواة التانية موجودة في الخلية الأصلية. الانقسام اللي حصل هنا ده هو انقسام ميتوز. طب بعد كده بقى، بعد كده هيبقى عندي حاجة من الاتنين، يا البرعم يفضل متصل بالخلية الأصلية ويبدأ يتبرعم تاني وتالت ورابع ويكون لي حاجة اسمها مستعمرة، يا إما البرعم ينفصل عن الخلية الأصلية ويبقى دي الخلية الأصلية بتاعتي وده البرعم الجديد أو الفرد الجديد. فهمنا كده؟
يبقى ده البرعم، زي ما انتوا شايفين اهي الخميرة، وادي التبرعم بتاعها، دي كده مستعمرات الخميرة. يحدث التكاثر بالتبرعم في الكائنات وحيدة الخلية زي فطر الخميرة، ويحدث أيضا في الكائنات عديدة الخلايا زي الهايدرا والاستريك. يبقى أماكن حدوث التكاثر بالتبرعم فين؟ كائنات وحيدة الخلية زي فطر الخميرة، والكائنات عديدة الخلايا زي الهايدرا وحيوان اسمه. خدوا بالكم بقى من التكات دي، لانه بيجي لي مثلا في الامتحان اكمل ويقول لي يحدث التبرعم في بعض الكائنات عديدة الخلايا زي نقط. لو حضراتكم كتبتوا فطر الخميرة تتحسب لكم غلط، لانه كائن وحيد الخلية. لو لاحظتوا دلوقتي الفرق ما بين التبرعم والانشطار الثنائي، فرق في حاجة واحدة، ايه هي؟ ان الخلايا الناتجة من التكاثر في حالة الانشطار الثنائي كانوا قد بعض، يعني أنا كان عندي خلية أصلية انشطرت لخليتين قد بعض، فكنت بقول يختفي الفرد الأبوي، ما بقتش عارفة مين القديم ومين الجديد، لأن الاتنين طالعين قد بعض. لكن في التبرعم الخلية الأصلية موجودة زي ما هي، ونشأ خلية جديدة صغيرة، فده فرد جديد ودي الخلية الأصلية، فالفرد الأبوي موجود. تمام كده؟ يبقى دي الطريقة اللي حصل فيها التبرعم اهي في الخميرة، ان ينشأ البرعم كبروز جانبي من الأم اهو، تنقسم النواة ميتوزيا وتهاجر إحدى النواتين للبرعم، وتظل النواة الأخرى مكانها، هتهاجر واحدة للبرعم وتفضل التانية في المكان بتاعها، وبعدين البرعم يبدأ ينمو تدريجيا، قد ينفصل عن الخلية الأصلية أو قد يظل ملتصقا بها ويكون مستعمر. في التكاثر بالتبرعم لا يختفي الفرد الأبوي تماما عند التكاثر. يبقى أنا كده خدت أول صورتين، الانشطار الثنائي والتبرعم، وعرفنا الفرق ما بينهم. ناخد صورة ثالثة بقى جديدة مختلفة تماما، وهو التكاثر بالتجدد. مبدئيا تعالوا نفهم إن أنا عندي حاجتين مختلفين عن بعض، عندي مفهوم اسمه التجدد وعندي مفهوم تاني اسمه التكاثر بالتجدد. إيه هو التجدد؟ قال لي التجدد هو قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها، وده بيظهر في حاجات كتير. يعني مثلا حضراتكم بتشوفوا في بعض الزواحف زي مثلا البرص، لو احنا خبطناه كده هو بيبدأ يقطع الديل بتاعه، لو احنا سبناه بعد فترة بيبدأ يكون ديل جديد مكانه، فده اسمه تجدد، الكائن عوض الجزء المقطوع منه. طبعا في الإنسان أنا ما عنديش تجدد بالشكل ده، يمكن يبان التجدد في حاجة بسيطة زي مثلا زراعة الكبد، لما بنقطع فص ترجع الخلايا تتجدد عشان تكون كبد كامل جديد، أو مثلا نتعور فيحصل التئام للجرح، التجدد عندنا بسيط، لكن مش لدرجة إن إيد أو رجل تتقطع نجددها، لا. يبقى ده التجدد، قدرة بعض الكائنات الحية على تعويض الأجزاء المفقودة منها. بس في بقى كائنات بتعمل حاجة أحلى من كده كتير. إيه؟ قال لي الجزء المقطوع ده يقدر ينمو إلى كائن كامل جديد. يعني هدي مثال كده، طبعا ده ما بيحصلش، نفترض إن مثلا شخص إيده اتبترت، فوالله لو كون إيد تانية مكانها ده بقى اسمه تجدد، لكن المبهر بقى إن الإيد اللي اتقطعت دي تكون هي نفسها كائن جديد. في الحالة دي اسمه تكاثر بالتجدد، لأن ظهر عندي فرد جديد. طبعا ده ما بيحصلش إلا في بعض الكائنات البسيطة جدا، زي مثلا نجم البحر ما هناخده دلوقتي. تعالوا نعرف الأول التكاثر بالتجدد، ونقول هو قدرة الجزء المفقود من بعض الكائنات الحية على النمو مكونا كائنا كاملا مطابقا للفرد الأبوي. قلنا إنه بيحصل في بعض الكائنات زي إيه؟ زي نجم البحر. يعني في بعض الكائنات عديدة الخلايا زي نجم البحر. طيب تعالوا نشوف كده التجدد في نجم البحر بيحصل ازاي. نجم البحر اهو يا شباب، لو قلبنا نجم البحر على السطح البطني بتاعه هيظهر لي حاجه اسمها قرص وسطي. نجم البحر بيكون مكون من عدد من الأذرع، غالبيه انواع نجم البحر بيكون عندها الخمس أذرع دي، وعلى السطح السفلي عندي حاجه اسمها القرص الوسطي. نجم البحر له القدرة على التجدد بشرط إن حضرتك تقطع ذراع زائد جزء من القرص الوسطي.
لو في ذراع زائد جزء من القرص الوسطي فالحتة دي تقدر تنمو إلى كم جديد. يبقى أنا عندي الدراع أهو وفي إيه؟ حتة من القرص الوسطي. الدراع ده موجود، وعندي الجزء الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو نجم البحر اللي ناقص منه حتة. نجم البحر اللي ناقص منه حتة دي هيبدأ يكملها عادي جدا، وده اسمه تجدد، ده مش تكاثر. ليه؟ لأن ده نفس الفرد القديم اللي كان موجود عندي، لكن الحتة في الذراع المفقودة دي، الذراع المفقودة دي هتبدأ إنها تنمو عشان تكون نجم بحر جديد، ده اسمه تكاثر بالتجدد. لان انا بقى عندي فردين، ده الفرد القديم وده الفرد الجديد، فده تجدد وده تكاثر بالايه؟ بالتجدد. تعالوا نكمل مع بعض. التكاثر بالجراثيم، التكاثر بالجراثيم هو تكاثر لا جنسي بيتم عن طريق الجراثيم التي ينتجها الفرد الايه؟ الاول. يبقى تكاثر بيتم عن طريق الجراثيم التي ينتجها الفرد الايه؟ الاول. بيحصل التكاثر بالجراثيم في طحالب والفطريات زي فطر عفن الخبز وفطر عيش الكرنب. بصوا شباب نركز كده مع بعض، ان انا اخدت قبل كده الطحالب، بس اخدت قبل كده الطحالب الايه؟ البسيطه. الطحالب البسيطه كان بيحصل فيها انشطار ثنائي، لكن معظم الطحالب التانيه بيحصل فيها تكاثر بالجراثيم. اخدنا من الفطريات وحيده الخليه فطر الخميره بيتكاثر بالتبرعم، بينما هنا فطريات عديدة الخلايا زي فطر عفن الخبز وعيش الغراب بيحصل فيهم تكاثر بالجراثيم. يبقى أكتر الفطريات وأكثر الطحالب بيحصل فيهم تكاثر بالإيه؟ بالجراثيم. بيحصل إزاي؟ قال لي النوع ده من الكائنات بيبقى عنده حاجة اسمها حوافظ جرثومية. يعني ده مثلا فطر عفن الخبز، بيتكون فطر عفن الخبز كده من أشباه جذور وخيوط كده، في نهايتها بيبقى فيه كورة كده تعرف باسم الحافظة الجرثومية. بتحتوي الحافظة الجرثومية دي على جراثيم. الجراثيم دي لو سقطت على أي وسط ملائم، يعني مثلا إحنا عندنا في البيت رغيف عيش محطوط في مكان رطب كده، يعني الدنيا كانت حر وفي رطوبة، هيبدأ الجراثيم اللي سقطت على رغيف العيش دي يحصل لها انبات وتبدأ تكون الايه؟ الفطر ده اللي احنا بنقول ان العيش عفن. لا، هو العيش نما عليه ايه؟ فطر، اللي هو فطر عيش الكرنب، فطر عفن الخبز. تمام يا شباب؟ يبقى دي طريقة التكاثر بالجراثيم. طبعا الحوافظ الجرثومية دي لما بتكبر وبتنضج بتبدأ انها تتفتح وتنثر الجراثيم او الابواب بتاعتها الى الخارج، ودي بقى لما بتسقط على بيئة ملائمة هي بتبدأ إنها تنقسم ميتوزيا عشان تنمو وتكون فرد إيه جديد. دي طريقة التكاثر بالجراثيم. تعريف الحافظة الجرثومية، حوافظ الجرثومية هي عبارة عن أعضاء خاصة بتحملها بعض الكائنات وبتحتوي على الجراثيم. الحافظة الجرثومية اللي هي كانت موجودة في عفن الخبز مثلا، دي أعضاء موجودة في بعض الكائنات الحية وبتحتوي على إيه؟ على الجراثيم. آخر حاجة هتكلم عنها بقى في التكاثر اللاجنسي، الصورة الأخيرة من صور التكاثر اللاجنسي يعرف باسم التكاثر الخضري. التكاثر الخضري هو عبارة عن تكاثر لاجنسي برضه بيتم عن طريق أجزاء النبات المختلفة بدون ما احتاج بذرة. تعالوا نشوف الكلام ده ونشرحه. بيقول لي ان في معظم النباتات لو انا اخدت جزء من الورقه او الساق او الجذر وهكذا اقدر ان انا اعمل حاجه اسمها تكاثر خضري. في بعض النباتات بيحصل فيها التكاثر الخضري ده طبيعيا، يعني مجرد بس ان انا اقطع حته من النبات كده وتتدفن في الارض هتنمو بدون ما انا اتدخل. وفي نباتات لا، لو انا قطعت منها جزء من الساق مش بتتكاثر خضري الا بقى صناعي، يعني لما احط لها وسط
غذائي ملائم واهتم بيها بظروف معينة عشان تبدأ إنها تنمو إلى كائن جديد، فده اسمه تكاثر حضري صناعي. والتكاثر الحضري الصناعي بيحدث بعدة طرق، من أهمها حاجة اسمها زراعة الأنسجة. يبدأ يحطوا نسيج نباتي كده في وسط ملائم زي ما انتم شايفين عشان ينمو إلى كائن إيه جديد، أو إلى نبات كامل جديد. يبقى التكاثر الحضري يحدث طبيعيا بواسطة جزء من الساق أو الورقة أو الجدر، أو بيحدث صناعيا عن طريق زراعة الإيه الأنسجة. التكاثر الحضري حضراتكم واخدينه السنة اللي فاتت بالتفصيل في منهج صف تاني. هرجع افكر حضراتكم ان انا النهارده كنت بتكلم على انواع التكاثر، وان انا كان عندي نوعين من انواع التكاثر، التكاثر لا جنسي والتكاثر الجنسي. فانا اتكلمت عن التكاثر الجنسي وخدت الصور بتوعه الخمسه، وقلت انه بيحصل عن طريق انقسام ميتوزي، وبالتالي الافراد مفيش فيها اي تنوع ايه وراثي. هبدا بقى دلوقتي اتكلم عن التكاثر الجنسي. التكاثر الجنسي هو تكاثر بيتم عن طريق فردين، فلأول مرة هيبقى عندي حاجة اسمها أب وأم، فعندي فرد مذكر وآخر مؤنث. معنى إن أنا أقول فرد مذكر وفرد مؤنث عرفت إزاي؟ من خلال أعضاء وأجهزة خاصة في الكائن، عندي جهاز تناسلي خاص في الكائن، قدرت إن أنا أعرف إن ده مذكر وإن ده مؤنث. طب جهاز تناسلي معناها خلايا تناسلية، معناها هتنقسم ميوزيا عشان تكون أمشاك، يبقى يعتمد على الانقسام الميوزي لتكوين الأمشاك. طالما في أمشاك وفي فردين يعني أب وأم، فالفرد واخد الصفات الوراثية من إيه؟ من الأب ومن الأم، يبقى فيه هنا تنوع وراثي. يبقى أنا مش شبه حد واحد، لأ أنا شبه فردين، واخدة نص صفاتي من الأب ونص صفاتي من الأم، يعني في تنوع في الكائنات الإيه الحية. طيب نكمل مع بعض. بيتم التكاثر الجنسي على مرحلتين. المرحلة الأولى تسمى بمرحلة تكوين الأمشاج، والمرحلة الثانية هي مرحلة الإخصاب. تكوين الأمشاج ده إحنا شرحناه بالتفصيل وقت كلامي عن الانقسام الميوزي، لأن تكوين الأمشاج بيتم عن طريق الانقسام الإيه؟ الميوزي. فبتخش لي خلية تناسلية بتكون 2 نون، الانقسام الميوزي الأول عشان تديني خليتين نون ونون، بعدين يخش الميوزي التاني عذرا عشان يديني 4 خلايا كل خلية فيهم نون. في النهاية الخلايا دي بيحصل لها تشكل، عشان مثلا اللي قدام حضراتكم المفروض إن هو ذكر، ذكر الإنسان، ففي النهاية الأمشاج اللي ناتجة هي حيوانات منوية، فيديني 4 حيوانات منوية، يعني كل خلية من دول يتغير شكلها وتديني حيوان منوي، فبالتالي يبقى عندي 4 حيوانات منوية. تمام، يبقى دي طريقة تكوين الإيه الأمشاج. يبقى يتم تكوين الأمشاج في الكائنات الحية عن طريق انقسام ميوزي. الأمشاج بيكون فيها نون، وبالتالي بتحتوي على نصف المادة الوراثية. طب أنا عندي كم نوع من الأمشاج؟ عندي أمشاج مذكرة وعندي أمشاج مؤنثة. المرحلة الثانية بقى هي مرحلة الإخصاب. في الإخصاب بيتم اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث لتكوين الزايجوت. تعالوا نشوف كده إيه اللي بيحصل. آدي الأب وآدي الأم. داخل الخلايا التناسلية للأب بيحدث انقسام ميوزي لتكوين الأمشاج بتاعته، والمعروفة باسم الحيوانات المنوية اللي هي بتكون نون. طب داخل الأم يحدث انقسام ميوزي برضو داخل الخلايا التناسلية عندها عشان يكون البويضة، والبويضة برضو نون. بعد كده بتحدث عملية الإخصاب. عملية الإخصاب بيتم فيها اتحاد المشيج المذكر مع نواة المشيج المؤنث. يبقى يحصل اندماج لنواه المشيج المذكر اللي هي نون مع نواه المشيج المؤنث اللي هو نون، يبقى نون زائد نون ترجع البويضه بعد عمليه الاخصاب، البويضه المخصبه بتكون 2 نون. يبقى ما ننساش ان البويضه المخصبه بتكون
اتنين نون، يعني ترجع مادتها الوراثية كاملة عشان بعد كده يحصل لها انقسام ميتوزي للنمو عشان يكون لي جنين. يبقى المرحلة اللي حصل فيها التكوين بتاع الجنين دي الانقسام بتاعها ميتوزي. يبقى لو خدتوا بالكم الانقسام الميوزي حصل أثناء تكوين الأمشاج، لكن الانقسام الميتوزي حصل تحت أثناء عملية إيه؟ النمو بتاع الجنين بتاعي. الزيجوت هو عبارة عن خلية ناتجة عن عملية الإخصاب بتحتوي على المادة الوراثية كاملة. يعني الزيجوت بيكون اتنين نون كروموسوم. الزيجوت بيتسلم مادته الوراثية من فردين أبويين، وبالتالي هنا في تنوع وراثي في التكاثر الجنسي. الزيجوت بينمو بالانقسام الميتوزي ليعطي فرد جديد. إذا لإتمام حدوث التكاثر الجنسي أنا بحتاج النوعين من الانقسام، بحتاج انقسام ميوزي أثناء تكوين الأمشاج ثم انقسام ميتوزي لنمو الجنين. لكن في التكاثر اللا جنسي أنا كنت بحتاج انقسام ميتوزي فقط. هنا في سؤال: علل يظل عدد الكروموسومات ثابت في أفراد النوع الواحد الذي تتكاثر جنسيا؟ يظل عدد الكروموسومات ثابت في أفراد النوع الواحد التي تتكاثر جنسيا. ليه يا شباب عدد الكروموسومات ثابت؟ احنا كلنا عندنا 46 كروموسوم، ليه 46 كروموسوم كلنا؟ لان اثناء يعني الاب يبقى عنده 46 كروموسوم والام برضه 46 كروموسوم، دي الخلايا بتاعتهم الجسديه والتناسليه ايضا. بيحصل الانقسام الميوزي عشان تتكون الامشاج فيها نص الماده الوراثيه 23 كروموسوم والام 23، عشان لما يجوا يندمجوا مع بعض أثناء عملية الإخصاب يرجع الطفل 46 كروموسوم شبه الأب والأم. فهنا عدد الكروموسومات ثابت في أفراد النوع الواحد. ليه بقى؟ لأن الأفراد بتتكون نتيجة اتحاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث، يحتوي كل منهما على نصف المادة الوراثية النون، لتكوين زيجوت بيحتوي على المادة الوراثية كاملة. سهلة؟ السؤال ده يعتبر من الأسئلة المهمة، يعني الدرس ده درس سهل فالأسئلة بتاعته تعتبر معروفة. برضو في سؤال تاني علل، يقول لي علل التنوع الوراثي في أفراد النوع الذي يتكاثر جنسيا. ليه في تنوع وراثي في التكاثر الجنسي؟ اتفقنا لأن الأفراد بتتسلم مادتها الوراثية من فردين أبويين، وبالتالي أنا واخدة صفات شوية من الأب وشوية من الإيه؟ الأم. في سبب تاني لحدوث التنوع الوراثي هو حدوث ظاهرة العبور أثناء تكوين الأمشاج. ظاهرة العبور يا شباب كمان بتلخبطني الصفات الوراثية أكتر. يبقى ليه في تنوع وراثي؟ بسببين. السبب الأول هو إن أنا بستلم مادتي الوراثية من فردين. السبب التاني إن في ظاهرة عبور هي اللي بتعمل تنوع في الصفات الوراثية كمان. يبقى ناخد بالنا من السؤال ده، ليه شقين في الإجابة؟ عشان معظمكم بتكتبوا لي الجزء دوت وبتوقفوا عنده. لا، هو هنا أدي السبب الأولاني وأدي السبب التاني، لازم أكون كاتبة الكلمتين عشان ناخد درجتنا كاملة. لحد كده في أي مشكلة عند حضراتكم ابعتوا لي لو في أي. هرجع كده سريعا أفكركم إن إحنا النهاردة كنا بنتكلم عن التكاثر اللا جنسي والتكاثر الجنسي. خدنا في التكاثر اللا جنسي إنه هو بيحصل عن طريق فرد أبوي واحد ومفيش تنوع في الصفات الوراثية، وطبعا في التكاثر اللا جنسي لا يتطلب أي تركيب أو أجهزة خاصة. خدنا خمس صور للتكاثر اللا جنسي: الانشطار الثنائي، التبرعم والتجدد، والتكاثر بالجراثيم، والتكاثر الفطري. بينما في التكاثر الجنسي خدنا انه طبعا هو تكاثر بيتم عن طريق فردين ابويين، وبالتالي في اجهزه خاصه او تركيب خاصه، في تنوع في الصفات الوراثيه. وقلنا في التكاثر الجنسي انه بيتم عن طريق خطوتين: الخطوه الاولى اللي هي تكوين الامشاج، والخطوه الثانيه اللي هي عمليه الاخصاب. هرجع برضه افكر حضراتكم بسؤال كده انتوا دايما بتلخبطوا فيه، يعني هو بيجي يقول لكم ايه؟ إن التكاثر الخضري بيتم عن طريق أجزاء النبات المختلفة دون الحاجة إلى بذور. فلما بيجي يسألني في الامتحان ويقول لي يحدث التكاثر الجنسي في النبات عن طريق إيه؟ ما نقولش بذور، يحدث التكاثر الجنسي في النبات عن طريق
الأمشاج. التكاثر الجنسي بشكل عام بيتم عن طريق الايه؟ الأمشاج يا شباب. دي بس حاجة كنت حابة أنبه عليها، نسيت إن أنا أقولها في الشرح. أتمنى تكون حصة النهاردة نالت إعجاب حضراتكم. كل الشكر وتقديري ليكم، وشكر خاص لزمايلي في الإدارة العامة للمحتوى التعليمي. كان معاكم شيماء ديب علي، معلم أول العلوم. بنشوفكم على ألف خير في الحلقات الجاية، والسلام عليكم ورحمة